2 في المحاضرة الخامسة أركان الصلاة، 16 ركن بعضها متفق على فرضيته وبعضها مختلف فيه. النية متفق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلنا النية غير الأمنية. الأمنية أنا قاعد في مكاني ونفسي أصلي، أي هوب أي وش، لكن النية مع مقارنة الفعل، برفع يدي الله أكبر، هذه النية. النية محلها القلب. وطبعا المالكية بيشددوا على ذلك، يعني أن تكون النية متوجهة إلى عمل واضح لصلاة الظهر، إذا كان ظهر عصر كلهم كذلك، يعني قضاء قضاء أداء أداء. التلفظ بها قالوا أنها بدعة، وبعضهم قالوا أنها مكروه، لأن الحنفية نصلي صلاة الظهر في مسجد الأنصار ورا الشيخ مش عارف كده، يعني أنا بحذر يعني، بس نريد نصلي صلاة الظهر حاضرا كده يعني. طب لو بيصلي الظهر وقال نريد نصلي صلاة العصر، تفكرين الراجل اللي ضاعت منه الدابة بتاعته وكان كاد أن يموت، وبعدين لما رجعت له قفز في الهواء قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ والله سبحانه عارف اللي في قلبه، هو بيقصد أنت ربي وأنا عبدك، هو بيقصد. فلو نوى الله أكبر الظهر صلاة العصر وصلاة الظهر، العبرة بما في القلب لا ما يجري الإيه عليه اللسان. ساعات الناس هنكون مرهقة تعبانة تلاقي اللسان كده عمال يسيئ كده. قال ربنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم. ثم عاد ربنا يثني ما تخافوش وكان الله غفورا رحيما، ما أخطأتم، هذا غفور رحيم سبحانه وتعالى. إذا ناوى مثلا يعني هو تلخبط وهو بيصلي مثلا، بعدين هو وقت الظهر كان هو بيصلي العصر مثلا، يعني هو مش إن جمع بقلبه أنه العصر وهو يصلي الظهر عليه أن يسلم ويعيد النية. نعم، تكبيرة العبرة بما في القلوب، ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا تحرير النزاع، الموطن موطن الدليل. تكبيرة الإحرام فرض بالإجماع، مفتاح الصلاة الطهور، تحرمها التكبير، تحليلها التسليم، تحليلها التسليم. تحريم يعني بيمنع الأكل والشرب والكلام. الله أكبر. ممكن ثاني يا دكتور بس نكتبها ورا حضرتك اللي هي إيه؟ آخر جملة مش عارفة سمعتها، ملحقتش أسمعها الصراحة، آخرها التحلية أو مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والترمذي. طب حضرتك بس قولوا بالراحة معلش، جزاك الله خير. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. جزاك الله خير، الله يبارك فيك وإياكم. الأمر الثاني إن لازم ننتبه إن الناس بتكبر إزاي بقى. بقت همزة استفهام تنفعش، الله مش كده؟ الله، ادي واحد. 2 الله، استنى يا عم خلاص الايام هتقوم، هم 4 حركات بس مش 15 حركة، 4 حركات. الله أكبر، الله أكبر. في ناس بيحط واء، ينتبه ما يحطش الواء. أكبر أكبر الطبلة، كبر طبلة، هي أكبر وهي برضو أكبر. الله أكبر. حرف الراء في التجويد زي ما درسته سابقا هو حرف مكرر، راء راء. الغلط إيه؟ الزيادة فيه. نعم. القيام لتكبيرة الإحرام مع القدرة، العاجز لا شيء عليه، له أن يكبر قاعدا طبعا في الفرائض، أما في السنن يجوز أن نصلي جالسا وبنأخذ فيها نصف الأجر. نعم، بدون عذر نصلي في السنن جالسا وبتاخذ نصف الأجر. لا، الأحسن يصلي واقف إلا إذا كان تعبان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي جالس لما حطمه الناس في رواية، ولما سمن صلى الله عليه وسلم.
القيام لتكبيرة الإحرام، القيام بس لو تخيلنا دول القدمين، القدمين الحنفية. معلش يا دكتور، دكتور نعم دكتور، يعني هي السمنة ممكن تكون سبب في ان الانسان يجلس في الصلاة لا، هو كان النبي لو صلى مش الله عليه قادر وسلم يقف؟ لا كان مرهقا، سمنة مع إرهاق، يعني سمنة مع إرهاق، لو مش قادر يقف والسمنة شديدة ولا يستطيع الوقوف فليصلي جالسا لا شيء فيه، تمام. بس على الأقل إن كان يستطيع القيام في تكبيرة الإحرام فليفعلها ثم يجلس. الرجل لو تصورنا دول القدمين، الحنفية عملوا مقدار 4 أصابع ما بين القدمين، لا يصح الالتصاق عشان الإنسان مش هيفقد توازنه، ولا يصح ما يفعلوه الجماعة إياهم دول. شايفين إيديا فين؟ رايحة فين؟ يحط رجل في الشرق ورجل في الغرب. يا عم في ناس بتصلي معاك ويدوس على الرجل اللي جنبه ويطهقه في عيشته، أنا إيه اللي جابني الجامع ده؟ ها؟ أصلا يا شيخ إنه تكون بموازاة الأكتاف، بس ده كتير عن الأكتاف، زيادة عن الأكتاف. أنا بتكلم على القيام، على القيام الأول غير النقطة التانية. أنا لو فتحت رجليا كده، هل طولي بيكون معتدل؟ هو طولي المناسب؟ ولا لو وقفت كده بيكون طول المناسب؟ يبقى انا عندي مشكله في كده في القيام، مش كده؟ يبقى لازم اقف في الوقفه المعتدل ده اولا، مش كده؟ القيام المعتدل. والكتف في الكتف خلاص ما فيش داعي الرجلين تلزق في بعضها، مع ان الملكيه الرجلين مع الساق مع يعني حاجات، بس هو الوقوف الايه؟ المعتدل. المعتدل ويتلفظ بتكبيره الاحرام، ربنا قال وقوموا لله قانتين. عمران بن حصين رضي الله عنه كان عنده البواسير، فسألت النبي عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فصلي على جنب، يجري أعمال الصلاة يعني. وزاد النساء فلم تستطع مستلقيا لا يكلفه الله نفسا إلا وسعها. صلاة النوافل قلنا القيام فيها مستحب، وإذا لم نقف فيها بناخذ نصف الايه؟ الثواب. فان قمنا اقمنا وقفنا فيها قمنا فيها بناخذ الثواب كاملا ان شاء الله. قراءة الفاتحة فرض في صلاة الفرض والنفل على الامام والمأموم والمنفرد مع القدر على قراءته. صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة. مذهب الشافعية وجمهور اخر من الفقهاء، المالكية والحنفية وفريق من الحنابلة، انها فرض على المنفرد وعلى الامام، ومستحبة في حق المأموم. واستدلوا بقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. هذا الاستثناء عند الحديث في الترمذي يدل أن وراء الإمام عند المالكية والحنفية وفريق من الإيه؟ الحنابلة. طبعا الفاتحة فيها كلام، متى نقرأها؟ نقرأها هو بيقرأ القرآن، متى نقرأها؟ نقرأها بيقرأ القرآن، معلش نقرأها، نقرأها، وإن لم نقرأها فلا شيء فيها. بعض الأئمة بيتركونها، نعم. أنا كنت زمان بترك، دلوقتي ما بتركش، ما عندي. وعليكم السلام يا سيدي، عليكم السلام، اتفضل. الصوت فيه شيء، فيه شيء، خليني أقفل وأفتح من جديد. بسم الله، أسمعك يا أخي أسمعك. طيب الفاتحة بس عشان قبل ما ننقل من هذا، الفاتحة فيها نقطة مهمة جدا عند الحنفية، فريق من الحنفية بيجوزوا ألا نقرأ الفاتحة، إنما يجوز أن نقرأ أي شيء من القرآن. واستدلوا بآخر المزمل فقرأوا ما تيسر منه، لكن هذا ليس صحيحا لأن أدلة من قال بالفاتحة أقوى. هذا منفرد. نعم منفرد. ولا بد أن تكون باللغة العربية، وإن كان عند الحنفية ونسبوها إلى علي أن أجاز لهم أن يقرؤوها ولو بالفارسية، وهذا أيضا غير صحيح. وقلنا أن الذي لا يعرف العربية يسبح ويحمد ويكبر ويهلل. معي الأخوة والأخوات هناك في دالاس؟ أيوة، بس أنا سمعت غلط، حضرتك بتقول عند الحنفية يجوزوا أن يقرأوا الفاتحة أو لا يقرأوا الفاتحة، بس ما سمعتهاش كويس.
الفاتحه يجوز ان الا يقرا الفاتحه. بعض فريق من الحنفيه فريق من، لكن هذا غير صحيح، واستدلوا باخر المزمل فقرأوا ما تيسر منه. وكذلك الحنفية أباحوا، فريق منهم أباحوا أن يقرأ الفاتحة بغير العربية، وهذا غير صحيح. إنما لمن لم يعرف العربية، لمن لا يعرف العربية عليه أن يسبح أو يحمد أو يكبر أو يهلل إلى أن يحفظ الفاتحة. السؤال المعلوم اللي كل الناس بتتكلم فيه، هل البسملة من الفاتحة؟ الشافعي فقط اللي قال إنها من الفاتحة. طب هل هي من القرآن؟ من القرآن في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الباقي بقى عند الملكية وغيرهم ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. بناء عليه من قرأها في من لم يقرأها وكان شافعيا يعرف أصول المذهب، أصول المذهب، ويقول أنا شافعي، مش أنا شافعي عشان أبويا شافعي وعيلتي شافعية وبلدي شافعية زي ما الناس كلهم بتقول كده، لا، يعرف أصول المذهب وكان متمذهبا ويعرف أصول وكيف استنبط الإمام هذا الدليل، فإن صلى ولم يقرأ بالبسملة صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة، وإن كان مالكيا فصلاته صحيح، وحنفيا وحنبليا صلاته صحيح. لكن خروج من الخلاف، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، خليها على البركة يعني، هي للإيه؟ للبركة. وتقرأ سرا، تقرأ سرا، تقرأ سرا. من النوادر اللي بتحصل عندنا في المسجد، أنا ما بقولش بسم الله الرحمن الرحيم إلا سرا، فدائما لما بقول الله أكبر وأبدأ أقول الحمد لله رب العالمين، لازم واحد من اللي ورايا يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم. ما بعلمهمش، ما بعلمه، لا انا قلت لهم كثير، اللي بقى مش هفضل كل صلاه اعلم الناس انا. طيب اللحن في الفاتحه بيبطلها، اللحن الجلي، اللحن الخفي، تعرفين اللحن، لحن اللحن الخفي اللي بيعرفوا ايه دقائق اهل التجويد، دقائق اهل التجويد. انما اللحن الجلي في عندنا ربنا عامل لنا حاجه اسمها جرس الاذن، جرس الجرس في الاذن ده، لما في واحد بيلحن في اللغه العربيه حتى لو انا ما بعرفش قواعد اللغه العربيه بتوجع كده، بتخبط، بنفهمها على طول. صراط الذين انعمت، راح ضمم التاء انعمت او كسرها انعمتي، اياك الكاف مفتوحه قال اياك، صلاته باطله مش كده؟ صلاته ايه؟ باطله. هذا نصلح له طبعا، لازم نصلح له ويرد ورانا يعني، اذا لما كان صلاته ايه باطله. إنما في بعض الأخطاء التي يعني يتجاوزها اللي هي اللي هو اللحن الخفي، والحمد لله الفاتحة ما فيهاش أي شيء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، بس أنعم، النون مع الميم بتستوي، عليهم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال، بس المد وامساك اللسان للحركتين، ضالين بس. القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة فرض بالإجماع زي تكبيرة الإحرام، قال ربنا وقوموا لله قانتين. النافلة قلنا مستحب، إن صلى قائما أو جالسا بعذر فله الأجر كله، وإن صلى جالسا بغير عذر فله نصف الإيه؟ الأجر. الركوع فرض بالإجماع، صلاة الجنازة أصلا ما فيهاش لا ركوع ولا سجود. قال الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بيتحقق الركوع عند جمهور الفقهاء بالانحناء، مجرد الانحناء بحيث تصل اليدين إلى الركبتين، لكن أكمله لو أن هذا المفصل بتاع الظهر اللي بينزل أكمله أن يكون إيه؟ مستوي الظهر، مستوي الرأس مع الايه؟ مع الظهر، مع هذا اكمله، مع العجز، والاعتماد بيديه على ركبتيه، باطن اليد على الركبة مع تفريج الاصابع، مع تفريج الاصابع. واذا ركع كان النبي اذا ركع اعتدل،
لم يصوب، ما نزلش راسه لتحت كده الأسفل صلى الله عليه وسلم، ولم يقنعه، ما عملوش كده لفوق، إنما مستوي. فيكون محل نظره فين؟ في المكان اللي إيه؟ في مكان ما فيه السجود بقى، في المكان اللي هو إيه؟ راكع فيه، مدينا خط مستقيم كده هو في المكان نفسه خلاص يعني، انتهى الموضوع يعني. وإن نظر للسجود لا شيء فيها يعني. الرفع من الركوع فرض عند الجمهور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود كل فقار إلى ما كان عليه. يعني لو راكع وعمل كده هو يبقى كده ما رفعش في الركوع، ظهره سليم يعني، مش ظهره تعبان، لازم ظهره يكون إيه؟ مستوي. يعني كل فقار يعني سلسلة الظهر هذه تعود كما إيه؟ كما كانت. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، اطمئن قائما. باعتدال الاطمئنان بيتحقق باعتدال الايه؟ القامة. السجود فرض بالإجماع، يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا. لكن خذوا بالكم، السجود الفرضية اثنين، تكرير اثنين في كل ركعة، فرض بالسنة والإيه والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن كذلك ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا، يحط يده على الأرض وراح نازل وطالع ونازل وإيده على الأرض، مفهش لازم يقعد يجلس، يجلس يطمئن، ثم يعاود السجود حتى يطمئن إيه ساجدا. السجود بيتحقق بوضع السبع آراب على الأرض. سبع آراب يعني سبع الأعضاء، أدي واحد اثنين ثلاثة، الركبة أربعة، الركبة الثانية خمسة. أطراف الأصابع في الرجل اليمين ستة والثانية سبعة. طب إذا رفعت واحدة ما ينفعش بتبطل الايه الصلاه، تبطل الصلاه. اختلف العلماء في الانف، فقالوا ان السجود على الانف واجب لانه ملحق بالايه بالجبهه، ملحق بالجبهه، والحديث لا صلاه لمن لم يصيب انفه الأرض. المالكية قال لو سجد المصلي على وجهه دون أنفه صحت صلاته، ورجعوا لنا ثاني للإيه الأحوطيات، ولكن الأفضل أن يعيدها، يعيدها مش يسجد سجدتين، يعيدها ما دام الوقت إيه باقيا خروجا للخلاف. يبقى يجب إيه الجلوس بين السجدتين فرض عند الأئمة بمقدار ما يدعو الإنسان، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واسترني واعف عني، بهذا المقدار. ثم يسجد الساجدة الثانية. 10 و11 الجلوس الأخير يجلس، أدي 10 التشهد لحد إيه بداية الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية فيها خلاف، اللهم صل على محمد وعلى، هذا في خلاف، هذا في خلاف. فرضين عند الشافعية وأحمد. كان النبي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، قال تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد، دل الحديث على أن التشهد فرض. الملكية بيروا أن التشهد الثاني سنة كالتشهد الأول. وما اللي يعمل إيه؟ يجلس، لازم يجلس عندهم، يجلس له برضو سنة، إلا الجلسة الأخيرة بقدر السلام، لازم يجلس بقدر السلام ويسلم عن يمينه فقط، لأنه لو سلم وهو واقف لا يصح عنده. الملكية، أنا مش عايز أقول لكم كل آراء الملكية لأن في آراء أنتم مش هتستوعبوها كثير يعني. وأجابوا على الحديث اللي استدل به الشافعية على فرضية الشهادة بأنه لا يفيد الفرضية إنما يفيد به الكمال، بس الكمال يعني، ولا تبطل بتركه، والأمر هنا على سبيل الاستحباب. الصحيح إن هو واجب، الجلوس واجب والتشهد واجب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعية فرض، عند غيرهم سنة، عند غيرهم سنة.
استدلوا بحديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. مالكية والحنفية وجمهور الحنابلة بيقولوا أنها سنة، أنها سنة. حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد، من التشهد، من التشهد، لم يذكر الصيغة الإبراهيمية في الصلاة عقب التشهد مباشرة، ما قالش الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا نهاية التشهد، هذا نهاية التشهد. فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحرمات، من شر المسيح الدجال أو المسيح الدجال، لأن في مسيح الهدى ومسيح الضلالة، مسيح الهدى عيسى ومسيح الضلالة الأعور الدجال، يمكن يكون الموبايل، الله أعلم، زي ما كان بيقول الشيخ حسن أيوب على التلفزيون يعني، الله يرحمه، بس هو مخلوق يعني. بنقولها جوك يعني عشان ما تتخذش علينا هزار يعني. إلا أن ابن حزم وقع في هذا الأمر كذلك، قال لك: من لم يتعوذ بالأربع فصلاته باطلة. ابن حزم، لأنه ظاهري، لأنه ظاهري، لكن هذا غير صحيح، هذه سنة. فإن دعوت فذلك خير، لم تدعو، إن دعوت أصبت السنة وأخذت ثوابها وأجرها، لم تفعل فلا شيء عليك. السلام فرض، مفتاح الصلاة الطهور، تحرمها التكبير، تحليلها التسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم، قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم صعد المنبر، ثم كبر، ثم وعلم الناس الصلاة. لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك السلام في صلاة من الصلوات. والتسليمة الأولى فرض، ينبغي أن تكون عن جهة اليمين هكذا: السلام عليكم ورحمة الله. الشرط بقى يعني وإجراءاته كده لغاية ما التشيك ده، سؤال جالي، لازم يكون الخد الناس اللي ورا يشوفوه، طب انا رقبتي مش مزيته كويس، اكسرها عشان خاطرك، والسلام عليكم خلاص يعني. هذا هو يعني. التسليمه الثانيه عند الجمهور سنه، اللي بيروح فيكم مكه دايما بيشوف الجماعه اللي بيصلوا هناك على الطريقه الحنبليه صلاه الجنازه: السلام عليكم ورحمه الله، والسلام، مش صلاه التسليمه الثانيه، مش كده؟ لابد أن يكون السلام معرب بالألف واللام: السلام عليكم، خلافا للشافعية عندهم سلام عليكم يعني يجوز، سلام عليكم. الأكمل: السلام عليكم ورحمة الله، وتحقق الألباني رحمه الله من بركاته فأجازها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن ما عرف عن الناس السلام عليكم ورحمة الله. عند مالك الإمام بيسلم التسليمة الأولى، مش كده؟ السلام عليكم ورحمة الله، واحدة عن يمينه بس. المأموم عليه ثلاث تسليمات: يمين شمال، ثم يسلم على الإمام، ثم يسلم على الإمام. مين ده يا مالك؟ يسلم يعني السلام عليكم ورحمة الله يعني. الطمأنينة والاعتدال في جميع الأركان دي مطلوبة، ما ينفعش الحركة اللي هي الإيه اللي بتاعت الجنبازة دي، بتاعت الجنباز دي، واحد اثنين ثلاثة، ما ينفعش يعني، لازم الواحد يبقى إيه، يطمئن وقوفا سجودا. قال: ثم اركع حتى اطمئن راكعان، ثم ارفع حتى اطمئن قائما، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى ارفع حتى هكذا. واتممت صلاتك على هذا فقد اتممتها، هذه الطريقة. وما انتقصت من هذا من شيء فانما انتقصته من صلاتك، انتقصته من صلاتك. الاعتدال مهم جدا في الجلوس، في القيام، في الطمأنينة مطلوبة عشان الاعضاء ترتاح. وعشان الاعضاء ترتاح يبقى لازم في الركوع ثلاث تسبيحات على الاقل، وفي السجود ثلاث تسبيحات على الأقل. الأمر الأخير في الركن الأخير ترتيب الأركان، يعني ما ينفعش لو أنا نسيت، لو نسيت مش تعمدت، لو تعمدت صلاتي بطلت، ونزلت سجدت وبعدين تذكرت أني ما ركعتش، أقوم أعمل إيه؟ أقف وأركع وأسجد، وبعد كده بسجد سجود للإيه؟ سجود للسهو، ماشي؟ هذه هي إيه؟ هي أركان الصلاة. أي أسئلة؟